إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد